سعود from this embassy and from آل سعود family. Down, down, آل سعود. Down, down, آل سعود. Down, down, آل سعود. Down, down, criminal. آل سعود criminal. ضغوط كثيرة تمارس على النظام السعودي لتخفيف حدة الإعدامات، ولا أستبعد أن يتم التوجه نحو ذلك، يعني وليس بإنهاء الإعدامات تماما، ولكن أيضا لتخفيف الضغوط على النظام، خصوصا أن هناك يعني معارضة للنظام حتى من داخل البيت السعودي، وبالتالي فهو يحتاج لدعم المجتمع الدولي ودعم الغربيين بشكل خاص. وحدة الإعدامات المتصاعدة توفر ضغطا على هذه الدول، أمريكا وبريطانيا والغرب، للتخلي عن دعم النظام السعودي، ولذلك قد يمارس شيئا من التخفيف في مستوى الإعدامات، ولكن سيظل السيف هو شعار المملكة، وقطع الرقاب هو الأسلوب الأول في التعاطي مع المعارضين.